السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من غيلان الشعلاني، ثلاثة ركنيات إلى ترجي، وأول ركنية إلى اتحاد تطاوين حتى تنفيذ سنة عرضية في القائمة الثانية الرصية في مرة أولى والثانية والكرة الرصية. العادل أبرز، العادل أبرز الاتحاد تامر وصادق لاتوش يسجل الهدف الأول في مباراة. جول 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 للاتحاد، 41 دقيقة، الكرة الأخيرة والرأسية للاتحاد، وجول أول للاتحاد الرياضي بتطاوين. شفنا كرة مزيانة ما بين الفريقين، الاتحاد يترجم الكرة ويترجم الهجمات لجول الاتحاد. الكرة الأخيرة الرصية من حسام مرة أولى والمرة الثانية، والرصية بكل قتالية من صادق لاتوش. تكلمت كثيرا على صادق لاتوش، لاعب منضبط تكتيكيا، كانت لقى ورقة حمراء في مباراة أمام نادي حمام الأنف، ولكن اليوم هو مؤمن الرحماني. الكرة فيها خطورة، الكرة فيها عرضية، والكرة طويل يسجل جول ثاني، وفرحة كبيرة لعشاق تسويبة من مؤمن ولعب هاي الكرة من بدايه. حسام الواتي بالفنيات، عرضية طويلة والقائمة الثانية، المؤمن الرحماني الثاني لاتحاد تطاوين. هاي الكرة وتسع إلى اللاعب شهاب الزغلامي، متميزة مشوقة هنا في استاديو البير الأحمر بتطاوين. هدفين مقابل صفر للاتحاد، أداء ونتيجة حقيقة فترات المقابلة، ولكن لم يجد الفرصة المناسبة. هذه كرة عرضية في القائمة الثانية والرصية، والكرة جول. الترجي يذلل الفارق ويقلص النتيجة، جول برأسية